السلام عليكم ورحمة الله حبايبي. اليوم الفيديو شوي حيكون مختلف عن باقي الفيديوهات. راح نشرح به أحد مواقع الذكاء الاصطناعي، وهذا الموقع هو الستايلر. هذا الموقع يمكنك أنه تسوي صور عن طريق وصف أنت تنطيه للموقع، وهو يحول لك هذا الوصف إلى صورة. طبعا موقع كلش حلو، مجاني بالكامل، بيستعرضات كلش هواية. حتى ما نطول عليكم، خلي نشوف الشرح. اول شيء تروح الى محرك البحث وتكتب الستايلر.اي وتاخذ اول نتيجة بحث. بعدها تجي تسوي ساين اب، تسجيل بالموقع. فهنا يقول لك سجل بحساب جوجل او سجل بايميل. طبعا انا انصحك انه تسجل بايميل، لانه كل حساب يسوي بهذا الموقع حنعطيك 200 نقطة. تقدر هذه 200 نقطة تستخدمها وتنشئ بيها هواية صور. طبعا شلون اقدر اسوي ايميل؟ عندي هذا الموقع، موقع مهمل، ينطيك ايميلات مؤقتة. تقدر هذه الايميلات كل مرة تاخذ ايميل من الموقع وتسوي به حساب بموقع ستايلر. هنا انطي اثق، وهنا اكتب لي الباسورد، بعدها انطي موافق على الشروط وانطي كونتينيو. هنا دز لي كود تحقق الى الايميل، ارجع الى الموقع نفسه واسوي له تحديث الصندوق الوارد. هنا مثل ما تشوفون جتني رسالة من الستايلر، افتحها وانسخ هذا الكود دز لي اياه، وارجع الى الموقع مره ثانيه والصقه وانطي كونتينيو. هسه موقع مهمل انتهى خلاص، بعد ما احتاجه اسده. هنا يسالك ثلاث اسئله، انه انت شنو شغلك. فمثلا انا اختار ديزاينر. على شنو تشتغل؟ مثلا انا اشتغل على الفوتوغرافي. من سمعت بالموقع؟ اختار اي شيء لا على التعيين. طبعا هن هذول الثلاث اسئله، تختار اي اجابات لا على التعيين، مو فد شيء محدد عندك. بعدها نعطي ستارت جريتنج. هسه كملنا عمليه التسجيل، كل اللي علي اسويه اروح للنيو بروجكت. مثل ما تشوفون كل حساب ينطيني 200 كريدت، 200 نقطة. هذه 200 نقطة تقدر تستخدمها بإنتاج عدد من الصور بالوصف اللي أنت تكتبه. طبعا البرنامج عندك بي أوبشنات اثنين، اللي هي إيمج إمبورت إيمج، وتسوي إيمج تو إيمج، يعني تاخذ صورة وتحولها بالذكاء الاصطناعي للستايل اللي أنت تريده، أو تروح للتكست تو إيمج إنه تكتب له وصف ويحول لك هذا الوصف إلى صورة حسب الشرح اللي انت منطيه. طبعا ايش قد زيادت المعلومات وزيادت الشرح راح نعطيك تفاصيل اكثر. مثلا انا اكتب له انطيت هذا الوصف: little child having a blue eye and brown hair standing between two car مثلا. وهنا عندي هاي الستايلات، اختار اي ستايل اني اريده. طبعا هاي كلها ستايلات مثل ما تشوفون، هاي كلها ستايلات وكلها مجانية. فمثلا اني اختار هذا الستايل. طبعا تقدرون تجربون كل هاي الستايلات وتشوفون النتائج. هسه بعد ما اختارت ستايل انطي ستايل رايز وانتظر يكمل لي تحويل الوصف اللي اعطيته اياه الى صوره. طبعا الصور اللي انطيك اياها ريزوليوشن كلش عالي، كلش حلوه. هسه مثل ما تشوفون هاي الصوره اللي اعطاني اياها، قلت لطفل عيونه ازرق شعره بني واقف بصف سياره. يعني بعض الاحيان ممكن الوصف مو كلش دقيق يجيب لك، يعني قلت له وقف بين سيارتين، فهو طانية وقف صف سيارة. هاي الصورة الثانية مثل ما تشوفون، هاي الصورة الاولى، هاي الثالثة، هاي الرابعة. صور ريزوليوشن كلش عالي. اختار مثلا ستايل اخر. طبعا كلش انصحكم انو تجربون هذا الموقع. كل عملية ستيلرايز تسويها حيقص من النقاط مالتك. هنا مثل ما تشوفون هسه عندي 196 نقطة،
فأنت عندك محاولات كلش هواية تقدر تسويها، وتقدر تنتج هواية صور عن طريق الوصف اللي أنت تكتبه. فموقع كلش حلو طبعا، كلش أنصحكم تجربوه، واللي جربه خليه يكتب لنا رأيه بالتعليقات بهذا الموقع. هذا الستايل الثاني، انطاني هذا الوصف. اذا اختار ستايل اخر وانطي سيلرايز، هذا الستايل الثالث. هذا اعطاني تقريبا وصف شبه دقيق، انه طفل واقف بين سيارات اثنين. هاي الصورة الاخرى، هاي الاخرى، هاي الصورة الرابعة بعد الوصف. وهواية يعني بستايلات، لو نختار مثلا وصف اخر هاي هنا، انطيته المحقق كونان بلقاء صاحبي، انطاني هاي الصور، سم لي اياها المحقق كونان. فاي صورة من ذني الصور اللي انت اختاريتها، طبعا هنا الكانفاس ياخذ لك 8 صور، فاذا تريد مثلا، اذا اريد اخلي صورة مع المحقق كونان لازم امسح واحدة من ذني الصور. صار عندي هنا 8 صور، هاي الاريا. فهنا عندك place on canvas، احولهن الى الليارات مثل ما تشوفون. وبعدها اذا اريد احفظ هذه الصور، اجي على اكسبورت واختار نوع الصورة سواء بي ان جي او الجي بي جي. طبعا صور مثل ما تشوفون ريزوليوشن كلش عالي واحجامها كبيرة. اذا تريد تحفظ الصور كدفعة واحدة لازم تختار الامج سايز 1x، اما اذا تريد الامج سايز اكثر من 1x فلازم تحفظ صوره صوره، كل صوره على حده. طبعا مجرد انه تسوي اكسبورت راح يحفظ لك الصوره اذا كانت بال 2x او اكثر، او يحفظ لك كل الصور اللي باللير اللي انت اختاريتهن ذني اذا خليته بحجم ال 1x. لهنا طبعا نكون خلصنا الشرح. اذا ما كنت مشترك بالقناه ارجو انه تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، جربوا هذا الموقع واكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، وأشكر متابعتكم.